مرحبا بكم بالمناظرة اليومية. إسرائيل هي من الدول الأكثر تقدما في مواجهة فيروس كورونا، تباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعا حادا في أعداد المصابين، الأمر الذي أثار التساؤلات حول مصداقية تصريحات نتنياهو. حالة البلبلة التي تسود الأوساط السياسية والمهنية فيما يتعلق بالأرقام الحقيقية وقدرة الجهاز الطبي الإسرائيلي على مواجهة آلاف المصابين دفعت البعض إلى اتهام الحكومة الإسرائيلية بالفشل في التعاطي مع الأزمة، وأن المؤتمرات الصحفية اليومية لا تخفي حقيقة فشل الجهاز الطبي الإسرائيلي في مواجهة الأزمة الحالية. هل هذا الفشل هو إخفاق مهني أو نتيجة أولويات حكومة تفضل الأمن والاستيطان على الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي؟ هل حقا هناك فشل أصلا؟ أم أن اتهامات الفشل تعود إلى حالة الضغط النفسي عند المتهمين؟ أم أن الخصومات السياسية هي من تغذي هذه الاتهامات التي لا تمت للواقع؟ نبدأ النقاش. أهلا، نرحب بضيوفنا دكتور مردخاي كيدار، باحث ومحلل سياسي إسرائيلي. مرحبا بك دكتور مردخاي. أستاذ فادي عجاوي، الصحفي والناشط السياسي، مرحبا بك. أستاذ فادي، دكتور مردخاي اسمح لي أن أبدأ معك. يعني جهات طبية تقول أن أعداد المصابين بالوباء أكثر بكثير مما نعلم به، هل هذا الإخفاء للأعداد الحقيقية برأيك يعني يعكس الفشل حقيقي، أم بالفعل يعني رغبة بعدم إثارة الخوف لدى الناس؟ أولا وقبل أن أجيب، أنتهز هذه الفرصة وهذا المنبر الموقر لأبعث بالتهاني والأمنيات لجميع المشاهدين يهودا عربا مسيحيين كلهم بالشفاء العاجل إن أصيبوا وبأن لا يصابوا إلا كانوا قد يصيبوا. طبعا ونتمنى ذلك للجميع في أنحاء العالم. تفضل. من مغارب الأرض إلى صحيح. مشاركها. ولسؤالك، تفضل. إسرائيل هي قصة النجاح في التعامل مع الكورونا. الكثير من دول العالم يحذو حذو إسرائيل، هكذا قال نتنياهو أيضا، لكن هل هذا صحيح؟ هذه هي الحقيقة. لماذا؟ لأن إسرائيل هي التي أنارت الطريق لجميع دول العالم. شوفي، إسرائيل كانت الأولى في العالم التي قطعت علاقات الطيران مع الصين، والصين كانت غاضبة على إسرائيل بصورة عارمة، ونتنياهو صمد أمام الغضب الصيني ولم يسمح بطائرات العال والأخرى بالطيران من الصين لإسرائيل. هذا أولا، إسرائيل كانت الأولى. حتى هذه اللحظة هناك مئات من المصابين لم يمت ولا أحد في إسرائيل، بمعنى الجهاز الطبي لهم له وعليهم عليه نجح حتى الآن ولله الحمد في الحيلولة دون ممات حتى ولو مصاب واحد. هذا إنجاز ليس له مثيل في أي مكان في العالم، ولا يمكن لأحد أن يشطب هذا الإنجاز. هناك يعني الانتقاد لنتنياهو وللآخرين، هناك شدد وجذب بين وزارة الصحة من جانب التي تريد فرض الحصار على كل على الدولة منذ أسبوعين، ووزارة المالية التي تريد يعني العجلات الصناعة وكل شيء، وهناك من يتخذ القرار وهذا هو نتنياهو. طيب أستاذ فادي، بسبب معرفتنا الشخصية أعلم أن لديك الكثير مما تعقب على ما قاله دكتور مردخاي، تفضل. يعني أن نقول عن إسرائيل قصة نجاح، أنا أقول بالعكس تماما، قصة فشل. لماذا قصة فشل؟ دعني أعطيك بعض التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم. تصريح السيدة سيغال سديتسكي المسؤولة عن صحة الجمهور باعتقادي، قالت اليوم بتصريح باعتقادي من أغبى التصريح في العالم، قالت إن الارتفاع الحاد بالأمس بالإصابات كان بسبب زيادة عملية الفحص الفحوص. تخيل هذا التصريح المذهل، يدل
من شخصية مسؤولة عن صحة المواطنين. هذا يعني بمعنى تقول بشكل أو بآخر أننا لم نكن نعلم الحقيقة، وبمعنى أو بآخر تقول الرقم الموجود حاليا 433 إصابة هو ليس الرقم الحقيقي. ودعني هي تذكرني حقيقة بمقولة ستالين عندما قال يوجد إنسان يوجد مشكلة، لا يوجد إنسان لا يوجد مشكلة. وهي بمعنى تقول يوجد فحوصات يوجد إصابات، لا توجد فحوصات لا توجد إصابات. وهذا كلام خطير جدا، يدل أنا أقول لك المواطن الإسرائيلي اليوم لا يشعر بطمأنينة. أتحدى أن يكون هناك مواطن إسرائيلي يقول لك أنه مقتنع أن الرقم الحقيقي هو 433 مصاب. هذا كلام غير حقيقي إطلاقا. الأمر الآخر، هذا كلام يعني تصريح السيدة سيدتسكي عندما تقول، يعني أنت تعتقد أيضا كمواطن إسرائيلي أن هناك فشل من قبل الحكومة طبعا. أعطيك بعض الأمثلة، اولا عندما، وايضا انا اعطيك هذه المعلومات من وزاره الصحه ومن معلومات ان كان في نقاش ايضا في داخل الكابينيت او في داخل الحوار كان بوزاره الصحه ووزاره الاقتصاد. اولا منذ البدايه كان هناك محاوله من المستشفيات الاسرائيليه، طلبوا من السيده هذه المسؤوله عن صحه الجمهور توسيع امكانيه الفحوصات والمخابر المختبرات في اسرائيل. اتعرف ماذا كانت اجابتها؟ كانت إجابتها أنه نحن لسنا بحاجة لهذا الأمر. واستمر هذا الضغط حتى وصلنا لأكثر من 200 إصابة في 1 مارس من هذا الشهر. نعم. وبعد ذلك قرروا، والله الآن دعنا نقوم بهذا الأمر. حينما ترى كيف أن وزارة الصحة تريد إجراءات معينة، وكيف أن نتنياهو ووزارة المالية يعارضون هذه الإجراءات، لا يدل هذا برأيك على أن نتنياهو ربما يعرف أن دولة إسرائيل غير مستعدة لمواجهة الحجم الحقيقي لهذه الأزمة، للمرضى والمصابين، المستشفيات في إسرائيل؟ هل إسرائيل جاهزة؟ شوفي، هناك نقاش حاد بين البروفيسورات، يعني بين صحيح. هناك واحد نسيت اسمه حظي بجائزة نوبل للبيولوجيا الحسابية، وهو كان اليوم في الراديو الإسرائيلي ادعى بأنه سيستغرب إن كان في إسرائيل في نهاية المطاف أكثر من 10 موتى. هذا ما قاله، هو بروفيسور حظي بجائزة نوبل للحسابات البيولوجية. بعده تكلم بروفيسور آخر للبروفيسور الأمراض في نفس الراديو في محطة الراديو، وتكلم عن احتمال وقوع آلاف من الموتى في إسرائيل. صحيح. لا، يعني اسمح لي بس كلمة. والآن اسمح لي. وأنا اليوم نتنياهو على يمينه بروفيسور يستغرب إن كان إن يكون يعني في المستقبل أكثر من 10 موتى من يمين في يمينه، وفي يساره بروفيسور يدعي بأنه ستكون بالأمس بشكل رسمي بالأمس. دعني أسامة، هناك أمر مهم جدا، بالأمس لحظة أريد أن أتخذ القرار. ماذا؟ شوف، هذا شيء مستحيل. كيف يمكن البناء أي جسر بينما يقول هذا البروفيسور وبين يقول ذاك البروفيسور؟ أنا أستقي معلوماتي فقط من المعلومات الرسمية الإسرائيلية. صحيح. عندما يخرج رئيس الحكومة وبجانبه كما تقول، لا أريد أن أقول بروفيسور، بالأمس في تصريحات وزارة الصحة، في تصريحات المسؤولين المدير العام لوزارة الصحة يقول نحن نتوقع أموات كثر وألاف. هذا تصريح رسمي للدولة الإسرائيلية. تصريح، لا تحدث الآن عن البروفيسور، هذا رأيي لا يهمني. ما يهمني الدولة، عندما تأتي الدولة وتقول بتصريح رسمي أن هناك توقع لإصابات وموتى بالآلاف، هنا يجب أن يضرب ناقوس الخطر. هذا أمر. الأمر الآخر، دولة إسرائيل على شفافية وعلى شفافية في معاملة الحكومة. لا يوجد عندي مشكلة. المشكلة الأساسية لهذا المرض الشفافية. يعني أين الفشل إذن؟ دعني أقول لك الفشل. الفشل أولا أننا لغاية الآن لا توجد عندنا صورة حقيقية للوضع القائم في إسرائيل. لا توجد لدينا صورة حقيقية. لماذا؟ لأنه إمكانية الفحوصات هي قليلة جدا. نحن نتحدث عن 10,000 فحص فقط بشكل عام منذ بداية الأزمة، 10,000، في حين في كوريا الجنوبية وصلوا إلى 10,000 في اليوم. أنت تتحدث 10,000 فحص، عندك 433 إصابة. أضعف من رقم إسرائيل. إسرائيل اليوم منذ بداية الأزمة 10,000 فحص. هذا هو الآن. هناك بعض الأزمات، أعطيك بعض التفاصيل. وزير
الدفاع نفتالي بينيت يقول قبل 3 أيام أنه كان هناك أكثر من 3200 توجه لأطباء العائلة. يعني اليوم إذا أنا بدي أتوجه للطبيب الشخصي أطلب فحص لن يتم فحص 3200 شخص عندهم أعراض المرض، لا يتم. هذا يدل أنه وضع الصحي والوزارة في إسرائيل وضعها فاشل. أعطيك أمثلة أخرى. سأعود إليك وهنالك أمثلة كثيرة. أريد دكتور مردخاي، يعني آلاف المرضى يتجولون، يعني كما أيضا ذكر فادي أيضا بسبب النقص في الفحوصات آلاف المرضى يتجولون بيننا، يصيح مسؤولون كبار يعني في وطبيون واللحظة الحكومة. لماذا الحكومة ترفض الإصحاء؟ هل ترفض الإصحاء؟ هناك فرق شاسع بين من يحمل الفيروس وهو يشعر نفسه يعني وأنه يعني على طم الصحة، ليس له أي حمى وليس له أي شيء، وهو يحمل خاصة صغار السن. صحيح. بمعنى صحيح. يعني صغار السن هم يمكنهم أن يتجولوا يوم اثنين ثلاثة دون حتى أن يشعروا أن لديهم الفيروس. وهو يقومون في نفس الوقت بنشر هذا الفيروس على كل البيئة. إذن السؤال هنا، لماذا حتى الآن إسرائيل لم تغلق؟ وهذا الشاب الذي لا يشعر بأنه يعاني من أي شيء هو لا يفحص. سيد ميخائيل، لماذا فقط الآن نسمع السلطات الإسرائيلية تتحدث عن إمكانية إغلاق الدولة بأجمعها؟ لماذا الآن؟ إسرائيل هي الدولة الأولى التي قطعت خطوط الطيران مع الكثير من الدول الأخرى، والأوروبيون قطعوا المرور عبر الحدود المفتوحة قبل 3 أيام. يعني وهذا ما سبب انتشار هذا الوباء في جميع الخواص. نريد أن نقارن، نحن معزولون. أنت تريد أن تقارن إسرائيل دائما نحن نعاني من العزل لأننا جزيرة في هذا الشرق الأوسط. وهذا في هذا الحدث الكورونا هذا ساعدنا، يعني ليس هناك مرور للناس بصورة سلسة بين مصر وإسرائيل بين الردود. هذا ما أنكرنا في بداية الأمر. أنا أتحدث، لماذا إسرائيل التي علمت بخطورة هذا الفيروس لم تدخل الدولة بأجمعها إلى الحجر الصحي لمعالجة الفيروس أو حتى لأنه في دولة إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط كما تدعي ليست دولة الرفاه وليست دولة الإنسان في المركز. الإنسان ليس في المركز في هذه الدولة، الاقتصاد في المركز. بمعنى كان هناك مفاضلة بين وضع الاقتصادي والصحة العامة في البلاد، بمعنى أنه والله لا نريد أن ندخل الدولة وضعها الاقتصادي في وضع صعب جدا، فالمفاضلة كانت حياة الإنسان والبشر أم الوضع الاقتصادي. ولأني أقول لك أمر مهم جدا، لو كانت الدولة تهتم بصحة مواطنيها كان من اليوم الأول كان عليها أن تقوم بحجر صحي كامل لهذه الدولة. ربما لا، المشكلة أنها بدأت بشكل تدريجي وربما قد ننهي هذا الأمر. لحظة يا أستاذ فادي عزيز، دون اقتصاد ليس هناك صحة، يعني وزارة الصحة بدون يعني بحاجة دون موازنة. أليس طبيعي فادي أن تسعى أنت تضحكني؟ اسمعني، لماذا الدولة الاقتصاد بدون إنسان لا يوجد اقتصاد؟ إذا أفلست الدولة حتى المعادلة بالمعلوم بدون إنسان لا يوجد اقتصاد. أنت تعكس الأمور. لا يعني هاي لعبة الدجاجة والبيضة. إنسان البيضة والدجاجة. يا أستاذ فادي، أليس طبيعي أن تسعى الحكومة الإسرائيلية للحفاظ وللخوف على اقتصادها قبل اتخاذ خطوات كبيرة؟ النتائج ستحكم، بمعنى النتائج التي ستآل إليها الأمور ستحكم إن كانت الخطوات اللي قامت فيها حكومة إسرائيل كانت جيدة أو سيئة. باعتقاد الشخصي لغاية الآن نحن نتجه في ارتفاع وازدياد مضطرد في الأرقام. نحن نتحدث بالأمس عن ارتفاع 90، ويتحدث المسؤولون في وزارة الصحة وفي الدولة الإسرائيلية عن ارتفاع كبير في الأيام القادمة. هذا يعني أن الخطوات كانت خاطئة بشكل عام. الآن الحديث عن أنه لا يوجد أموات هذا حديث يعني تسمحي لي غير علمي. لماذا؟ لأنه هذه يعني عندك 6 اليوم بحالة الخطر وما بقدرش نعرف شو بيصير مستقبلا، ولكن نحن نتحدث الآن عن عدد الإصابات، وعدد الإصابات اللي تحدث عنها الكل يعلم. وأنا أتحدى أنه حتى المواطن في الشارع في إسرائيل يعلم أن هذه أرقام غير حقيقية، والكل يتحدث عن آلاف المصابين
مصابين. وبالتالي نحن اعطيك مثال اخر، عندك 200,000 مصابين، 100,000 لا يعلمون انهم جيد جيد، ولكن لماذا لا تقول لن تقوم، وهذه مشكلتي، لماذا لم تقم بعمل عزل صحي وحجر صحي لهذه الدوله منذ 10 ايام؟ لماذا تنتظر؟ دعني اقول لك امر اخر، هناك 100,000، انا اعطيك معلومات، هناك 100,000 إسرائيلي كانوا خارج البلاد، انتبه جيدا، وتتحدث الدولة الإسرائيلية على أنهم لم وجميعهم لم يلتزموا 14 يوم حصار ذاتي، لم يلتزموا في البداية، ليس في البداية، هذا غير منطقي كلامك، هذه تعليمات والأوامر جاءت بعد أسابيع من الحديث عن الفيروس. يا أستاذي لو عندك 100,000 من 10,000 لم يلتزموا، هذه مشكلة، هذا ما حدث، عادوا من الخارج والتزموا البيت لمدة 14 يوم لا لسبب الشرطة أو الحكومة. مين قال هذا الكلام دكتور؟ البيئة الاجتماعية تعلم أنهم عادوا من الخارج، وإذا شاهدوا وجوههم في الشارع هذا سيكون عيب عليهم، هذا من الضرط الاجتماعي. أنا أقول لك، أنت تتحدث يعني من معلومة، أنا أقول لك من معلومة الرئاسة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية تقول أنه لماذا نحن نشدد الآن العزل، لأن هناك الناس لن تفهم. انتبهت امبارح نتنياهو في كلامه قال هناك أناس لا يعلمون أن الوضع خطير جدا، ولهذا نحن سنشدد الأمور، بمعنى هذا يناقض كلامك. لو كان فعلا الناس فهمت هذا الكلام يمكن ما كناش بحاجة لكل هذه الإجراءات الصعبة والصارمة. هناك الكثير الذين ينتقدون نتنياهو بسبب تصرفاته. شوف نتنياهو كان يحذر من هذا الوباء عندما كان جونسون يستهزئ منه، عندما كانت ميركل يعني تخفف من هذه المشكلة، والولايات المتحدة لم تتحدث أصلاً عن الفيروس الذي يعني تكلم عن هذه المصيبة، وهو الذي شاهد وكأنه نفسه بالآخرين، يعني عنده بلاوي امتلت لهم في البلاجات كل جونسون. ما بيعنيني أنا جونسون، أنا مواطن، أوكي كمواطن أيضا. حلو، وأنا أريد أن جونسون الجهاز الطبي الإسرائيلي معروف على متهالك من أفضل الأجهزة في العالم، رغم الجهاز الطبي متهالك. أنا أخذ هذه المعلومات من أطباء. لماذا هذا الهلع؟ لأني أعلم من خلال أطباء وممرضين أن الحالة لجهاز الطبي في إسرائيل في وضع يرثى له، خصوصا في السنة الأخيرة، لعدم وجود حكومة، لعدم وجود ميزانيات، لا يوجد أسرة كافية للناس ليكونوا في المستشفيات. وأنا أقول لك الآن نحن لسنا في ذروة هذا الوباء، ونحن تقريبا وصلنا إلى حالة انهيار. لهذا يقول المسؤولين في وزارة الصحة هناك تخوف كبير من فقدان السيطرة، لأنه نحن الآن في هذه اللحظة لم نصل الذروة في هذا الوباء، والمستشفيات على هذه الحالة السيئة المتردية، لأنه لا توجد ميزانيات، لا توجد في الوضع العادي، وضعنا صعب في هذه الدولة في الوضع العادي، هائل في الموارد في الوضع العادي. دكتور مرديخاي، ارتفاع، أريد أن أكون معك، لكن أريد أن أسألك، يعني برأيك هذا الارتفاع بأعداد المصابين الذي شاهدناه يعني في خلال هذه اليومين، عشرات المصابين إلى مئات المصابين، يعني لا نستطيع أن نتجاهل ذلك، يعني لا يدل ذلك على فشل معين أو إخفاء الأرقام الحقيقية، يعني معقول هذا الارتفاع بيوم واحد؟ ليس هناك من يحاول إخفاء الحقيقة، هناك من لا يعلم الحقيقة، هذا المشكلة. شوفي، والمشكلة أن من لا يعلم الحقيقة صاحب القرار. في لي الكثير من الزملاء من الأكاديمية وأجساد أخرى في إنجلترا وفي فرنسا وفي أمريكا وكل شيء، وكله كتبوا لي يا ريت كنا نعيش في إسرائيل في هذه الأيام. هم لا يعرفون ما يجري في إسرائيل، لأنهم يرون نحن نعيش هلع يا أستاذي. لا ليس هناك هلع، ليس هناك هلع. الإسرائيلي في الشوارع فارغة من الفرح، يعني الإسرائيلي في الشارع يشعر بالأمان أكثر بكثير من الإيطالي، أوكي أقبل هذا، أكثر من فلان، لكن هناك خوف وهناك رعب وهناك حالة ذعر، لأن الإسرائيلي في الشارع يشعر بأن في السفينة هناك ربان، وهذه السفينة يعني هناك ما يكون هذا الربان الذي فشل، وهو يعلم دكتور هذا الربان الذي فشل عندما احترقت أحراش الكرمل، هذا الربان كيف لي أن أكون متطمن لرجل كان طلبنا مساعدة من أفغانستان؟ هذه حقيقة.
أنت على النابل. دولة إسرائيل أوكي. تثبت في الأيام الأخيرة للأسف أنها جيش بني له دولة بهذا المنطق. بمعنى يا أستاذ العزيز لماذا في الوضع عندما كانت هناك منطق، وأنا أشكرك جيدا لأن تقول بأن هذه الدولة لها منطق. أوكي هناك دول أخرى ليس لها منطق بالمرة. لا يعنيني الدول الأخرى، هذا أمر آخر. لا ما يعنيني في الأمر أنه عندنا رئيس حكومة. لا يعنيني ملهوش نار يا أستاذ العزيز. أنا أتحدث عن رئيس حكومة. أنا تعرف أترك رئيس الحكومة، سأسألك سؤال. إنسان تعرف من تجربة سابقة أنه فشل في إدارة وضع معين في الدولة، كيف لي أن أكون مطمئن كمواطن؟ أسألك سؤال منطقي. أسألك سؤال بالمقابل. لا أنا جاوبني. هل تعرف شخص واحد في هذه الدولة؟ هل تعرف شخص واحد في هذه الدولة يتمكن من إدارة هذه الدولة في هذه الأحوال؟ سميه شخص واحد، سمي اسم واحد في هذه الدولة يتمكن من قيادة هذه الدولة في هذه الأحوال بالذات. يعني مش فاهم. سمي مكان نتنياهو. يعني مكان نتنياهو بني جانس. شو المشكلة بني جانس؟ شو المشكلة؟ الذي يهرب لا يهرب يمين ومن شمال من ليش شمال. يعني يمين ومن شمال؟ شو جربتوا انت؟ جربتوا في السياسة؟ ما واضح خبرات نتنياهو جابتنا وين؟ خبرات نتنياهو بتضحك على القتل والحركة بالكرمل؟ بتضحك على الحركة والقتل بكل خبراته؟ بحكي لك على ناس على الشوطيين اللي ماتوا في الكرمل بتضحك؟ أنا لا أضحك. أنا لا أضحك. بتضحك على لا ما تقول خبراته. بتضحك على الناس. أكم شرطي مات؟ 187 إسرائيلي حرقوا في الكرمل. وبتقول لي مضحك؟ أخي إيش مضحك؟ أنا لا أضحك على هذا. مضحك ولا مضحك؟ هناك. لا أنت تضحك. أنا أفهم. هناك حرائق في أستراليا. هناك حرائق. يعني موت مش مشكلة. أنا لا في هناك مشكلة كبيرة. هناك مشكلة برئيس حكومة فاشل. لا رئيس حكومة فاشل. أنت ما المضحك؟ أقول لك الكرمل حينما أريد أن لحظة يا جماعة أريد أن أسألكم. تحدثنا لحظة يا جماعة تحدثنا عن نقص الموارد وعن يعني لا توجد حكومة. حينما دكتور مردخاي تذهب الأموال ربما إسرائيل تتصرف أكثر بصورة أفضل. حينما تذهب الأموال دون لا وجود لحكومة، عندما لا توجد حكومة لا توجد ميزانيات. عندما لا يوجد ميزانيات يا دكتور مردخاي هناك ميزانية. شو يا كلام هناك ميزانية حينما تذهب من لكن معظم دكتور مردخاي إذا سمحت يعني معظم هذه الميزانيات والأموال تذهب ونحن نعلم إلى المستوطنات. يعني كيف ستبقى أموال إلى الأطباء وإلى المرضى؟ يعني معظم الميزانيات في إسرائيل تذهب إلى الأمن، إلى الجيش، إلى بناء المستوطنات، ولا تذهب إلى الأماكن الصحيحة. ميزانية الدولة كل دولة مبنية على الحالة العادية، ليس على حالات الفزع الأكبر الذي نعيشه اليوم. أوكي ميزانية يعني تعكس الأحوال العادية سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة. لا يمكن أن تبني ميزانية للدولة مبنية على الهزات الأرضية مثلا فقط أو على الأوبئة كما تقول. لكن هذا النقص قبل يعني الفيروس. وهناك يعني بعد الحرية في الميزانية لتمرير الأموال من واحد لآخر. إذا حدث شيء مثل هزة أرضية أو حريق هائل أو كما يحدث في أستراليا أو وباء من هذا القبيل، وكل دولة لديها الأجهزة لتغيير المسار إذا استلزم الأمر. أوكي وإسرائيل أيضا في هذا الشيء كما هذا في أوروبا. السؤال هو متى تغير المسار؟ متى تفهم بأن عليك أن تغير مسار السفينة؟ إسرائيل كانت الأولى في العالم لتغيير المسار. هذا ما يقوله هذه الحقيقة. تقول أن إسرائيل كثير التي لا يمكن لأحد أن ينكرها. تغيير المسار كان يجب. أنا أختلف معك بهذه النقطة، أنه تغيير المسار كان يجب أن يكون منذ أسبوعين. أنت تقول لي أنه لا لسه في وقت بهذا المعنى. حدث قبل شهر. إسرائيل لم تكن دعني أعطيك أمثلة من الدولة. عندما تقول لك وزارة الصحة
أنه نحن لا يوجد لدينا كمية كافية من الفحوصات وهناك مشكلة، فلا تقول أنك أنت كنت جاهز عندما تعلم أنه الوباء مش من اليوم، الوباء صار له شهر ونص شهرين. يعني دولة مثل إسرائيل تدعي أنها مستعدة، كان يجب أن تكون مستعدة لهذا الأمر. الحق يقال هذه حقيقة. هذه الفحوصات مبنية على فيروس كورونا. فيروس كورونا لم يكن معلوم حتى قبل شهرين وثلاثة. لا يمكن يعني إنتاج فحوص لفيروس لا يعلم عنه. لا بس أنت أنا أقول لك كلام طبي مش مني كلام طبي وزارة الصحة. خليني أتكلم. إنتاج الفحوصات مبني على دراسة الفيروس. جميل. وزارة الصحة تقول لك هذا يستلزم الوقت. وزارة الصحة تقول إنه نحن تأخرنا ليس بما تقول وليس لهذا السبب. وزارة الصحة تقول إنه نحن كان بإمكاننا. طيب يا جماعة سأعطيكم الفرصة أن تستمروا في الحديث وأنا مضطرة أن أشكركم أستاذ فادي عجاب الصحة والناصر السياسي دكتور مرجحي كيدار باحث المحلل السياسي. جزيل الشكر لك أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة. بهذا ننهي المناظرة اليومية. إلى اللقاء. صحيح وزارة الصحة وضع صحيح.